ذئب وفيك قلب خيام خيام الغوم وطلبت بالحنون ما اسمع لي يا معصوم يا بدر البذور ربنا معاليه يا عيل قلب نور من الصدى يا ليه ليه شروقنا هلوى كان حاوي الجمال الجمال نور الجلال كاسيه والراحم رحم اسما يسمى عليه لي في شروقنا هلال الكامل بصلي عليه وفي العقل راجح قلبي خاضع إليه لي في شروقنا هلال. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المشاهدون الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في شوارد السيرة في مدح حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سمعت مقطع من رائعة الشيخ الصابونابي يا بدر البدور ربنا معليه وجاعل قلب نور من الصدى جاليه كان حاول الجمال نور الجلال كاسيه والراحم رحم اسما يسمى عليه. نحن في حلقتنا دي إن شاء الله عايزين نتناول أسماء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وزي ما في السيرة عموما في شوارد، في أسمائه صلى الله عليه وسلم أيضا في شوارد. لأن نحن لو قسمنا أسماءه بنقسمها لثلاثة أقسام: الأسماء الفصيحة العربية القرآنية اللي وردت في السيرة هذا قسم، والأسماء التي وردت في الكتب القديمة إذا كان في العبرية ولا في السريانية وده قسم تاني، وأسماء السودانيين في رقبتهم السودانيين دي المسهلين يعني هم براهم عندهم أسماء للحبيب صلى الله عليه وسلم توافق صفته ولا خطأ لغوي فيها يعني، ولا زي ما حمر عليها بعد شوية ونشوفها. الراحم رحم اسما يسمى عليه، ودي بتعيدنا لحديث الذي رواه الديلمي في الفردوس ومن حديث أنس بن مالك وأبي نعيم في حديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أعذب أحدا تسمى باسمك بالنار، أو هكذا روي الحديث. والحديث في هذا الجانب كثيرة، بعض العلماء ضعفوها لكنها لأن حديث في ترغيب وترهيب الناس يأخذون بها. هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن هو البشير وهو النذير وهو السراج المنير وهو الرؤوف وهو الرحيم وهو الهادي وهو محمد وأحمد وطه وياسين والمزمل والمدثر وما تعلمون، هذه أسماؤه في كتاب الله عز وجل. الأسماء التي وردت في الآثار منها الحديث الذي أورده الإمام مالك في الموطأ عن محمد بن جبير، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، وفي رواية أنا المقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة. كل هذه من أسمائه صلى الله عليه وسلم. الجماعة قالوا أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم 201، بعضهم قال وأسماؤه 1000 تعد وتحسب، جمعوا هذه أسماء على صفات على أسماء سريالية وغيرها، فيعني أدوها عدد كبير لكن يدل على كثرة أسمائه صلى الله عليه وسلم. أسماؤه في الكتب القديمة هذه من شوارد والسعد، والسعد قال هذا المنحمن والبرقليطي، هذا حمطي لا شك وتغليطي، هذا المنجي من هول وتوريطي، يا مسموك من ثناه الطيتي زي الروطانة، هذا المنحمن والبرقليطي، دي أسماء سريالية ورومية، وهذا حمطية أيضا اسم ثالث لا شك ولا تغليط، هذا المنجي من هول وتوريث، ده كلام من العربي، الرسول صلى الله عليه وسلم هو منجي من الهول ومن الورطات، ويا مسموكة السماء، المسموكة دي السماء، من ثناه أطيتي يعني
الأخوان أطى إذا أحدث صوتا من الحمل. أنت لما تاخد حاجة في طرابيزة وحاجة تكون تقيلة، السياك اللي بيحصل ده هو الأطيط. فالسماء من ثنائها على الرسول صلى الله عليه وسلم ثقل عليها حتى أطت، أو هكذا أراد. فقال من بيك يا من بيك طاب زمنا، كم لك أياد ومنا، قل لي يا منحمنا أنت إلينا ومنا. يبقى يا أخواننا المنحمنا وحمطية والبرقليطس دي زي ما قال ابن هشام في السيرة، قال المنحمنا بالسريانية هو محمد، وهو بالرومية البرقليطس، هكذا ورد في كتب السيرة. يبقى المنحمنا سامعنا عنه دي، والبرقليطس المنحمنا سريانية، والبرقليطس هي من الرومية. نسمع نغمة كده من الدبكساوي مع نعيم مبارك، ثم نواصل حديثنا إن شاء الله. أو سند بالجاه مداب مرفل يستر العوامي لما حبوب زكابي عصاة تسكر وتبا أو شفحت البيحة كسابي لما حبوب زكابي أنا ناوي بالرحيل عابي. نعم، هو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم المشهورة جدا منذ صباه أنه كان يعرف بالأمين، كان يلقب بالأمين. فقال أمينا ما هو كذابي، صفوحا حاشا ما بعابي، نهار ميلاده جاء صابي لنا الخير والدهر طابي. أمينا ما هو كذابي وصفوحا حاشا ما بعابي، كلام عربي عادي كلامنا اللي بنقوله. نهار ميلاده جاء صابي لنا الخير والدهر طابي، يعني نهار ميلاده الخير جاء صابينا والدهر طاب لنا. طيب إذا وقفنا عند الأسماء السودانية، والله عايز أنت تتحدث ولا حرج، يعني ثنيت بشمس الفلاح القرشي، قيدومة الصلاح، أبو فاطمة الكان عنده طاح، الجمل والعود له ناح، ده صالح الأمين. أول شيء كان جيت للمركبات، شمس الفلاح وبدر الزمان وقمر الزمان ونور المركبات دي كلها هي من أسماءنا نحن المختصين بها. القرشي من هو في نسبه صلى الله عليه وسلم، لكنه عندنا هنا اسم رسمي، وأنا إبراهيم القرشي رحم الله والدي الخليفة القرشي ود الفكيع عثمان وكل من تسمى بهذا الاسم. والقيدومة هو قدام الناس إمام، يعني قيدومة الصلاح وقيدومة الصلاح هو أمامهم، وناسنا يعني يسمر صلى الله عليه وسلم أو يكنه بأبو فاطمة. نعم أبو فاطمة للعود لزم، نعم. وهنا قال أبو فاطمة كان عنده أبو فاطمة كان عنده طاح الجمل والعود له ناح، فدي من كناه عندنا. قيدومة الرسل سلطانة نسل الهاشمي العدنانة. وبعدين ثنيت بالبيقانة وسيلة، اسم الوسيلة بالكوم عندنا في السودان نسمي الوسيلة لأنه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم قيدومة الرسل ودليل، ونسمي الدليل حتى رحم الله الدليل، فقد كان رجلا محبا وكان من الدراويش وكان من الصالحين نحسبه. أحمد خزين الحوبة قيدومة أهل النوبة، الخزين ده عندنا أيضا من يعني يكثر خصوصا في عند أهل الأصالة في البوادي، يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم الخزين لأنه هو المدخر لوقت الحاجة صلى الله عليه وسلم. بكت العين لخزينة الغالي في مسور المدينة، وطال عياي ماكن نزين والله شوق طاها الخزين، ده حياتي للخزينة في المدينة طال شوقي، أيضا ده صالح. لولا الخزين اتمين طراك، لولا الخزين اتمين طراك، ده بيكلم نفسه لما شاف نفسه ونفسه عجبته، فقال لنفسه انت ما اشتهرتي ولا عرفتي الا بالمديح، مديح الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلولا الخزين مين طراك، ما في زول كان بيطراك لولا الخزين. نسميه صلى الله عليه وسلم الدخري، شريف يقول صلي يا ربي للنبي الدخري سامي الاصلي، نعم سامي الفخري. ال- 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 يا الدخري ويا الخزين منك بطاي ليمتين، دوت حضري يا الدخري ويا الخزين. يا الدخري الدسيس يا عروة الإسلام، دو السليمان الدخري، وجاب لنا كمان الدسيس. الدسيس والخزين واحد، الخزين الشيء اللي بتخزنه لوقت الحاجة، والدسيس الشيء اللي بتخبيه أو تدسه أيضا لوقت الحاجة. والدخري مثلها أيضا لأنه هو المدخر لنا، إحنا لولا الحبيب صلى الله عليه وسلم
نروح سكر في مويه زي ما قال الشيخ البرعي، كون الدسيس مولاه على الخلوق ولاه. فالدسيس هنا نعم. بعدين كنز الأمة الدسيس، مرحب جودو النفيس، عنده الدرهم رخيص ما استخدم له كيس. فقال كنز الأمة الدسيس كنزها ودسيسها. فالدسيس يا أخواننا من الأسماء المشهورة جدا وراسخة عندنا في بيئتنا السودانية، ونحن نترضى على كل من مسمى بالدسيس. عندنا المهل ذو القامة الوسط، يا المهل الماك شطط، كثير من الناس اسمهم المهل. بل عندنا الماهل، عبد الله ماهل في كردفان، التحية له لأهل ماهل هنا وهناك. قال الشفوق الماهلة بطريقا ساهلة، كفوا بالعطى باهلة يرحم بجيبا خلا. فالشفوق الماهل، ماهل في أخلاقه، فلان ده صد فلان ده ماهل إذا كان يعني طويل البال، ما يعني ما بضجر، ماهل إذا كان سخيا وكان كريما. المهلة دائما عندنا سمحة، سمحة المهلة. فأخذ اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا أيضا. نسمع الخير الشليبي في المدحة دي كاملة، كامل بصلي عليه، وفيها كثير من أسماء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأولها الكامل. نسمع ثم نختم حديثنا إن شاء الله. كامل بصلي عليه وافر عقل راجح، قلبي خاضع له لي في شروق نهلال. كامل بصلي عليه وافر عقل راجح، قلبي خاضع له لي في شروق نهلال. يا بدر البدور ربنا معاليه، يا عيل قلب نور من الصدى ياليه، لي في شروق نهلال. كان حاوي الجمال الجمال نور الجلال كاسيه، والراحم رحم اسما يسمى عليه، لي في شروق نهلال. كامل بصلي عليه وافر عقل راجح، قلبي خاضع له لي في شروق نهلال. المرض الحليم كل الكمال حاويه، لا حدا يحازي رتبته يساويه، لي في شروق نهلال. حبيبي متواضع يؤلف كل من ياويه، والبالي السقيم بتفله يداويه، لي في شروق نهلال. الكامل بصلي عليه وافر عقل راجح، قلبي خاضع له لي في شروق نهلال. جبرائيل أتاه بالأمر تاليه، ندعي الأمين لخدمة وأليه، لي في شروق نهلال. الأملاك تقيل احتراما له في السبع الطباق، جمعا يصلوا عليه لي في شروق نهلال. كامل بصلي عليه وافر عقل راجح، قلبي خاضع له لي في شروق نهلال. سبحان من دعا لحضرته دانيه،
ذاك الخطاب والغول تعي وزنيه لي في شروق مهلا خلق عظيم عظيم لا في البشر نسانيه قال الله في نون والغلم يعنيه لي في شروق نهلا الكامل بصلي عليه وافر عقله راجح قلبي خادله لي في شروق نهلا اي من بعد شهوزا كالمغام طابيه حوض الذي دون الرسل حزبه لي في شروق نهلا أول ما رأى ما رأى آدم تباشر به قال له مرحبا مرحبا أهلا وسهلا به لي في شروق نهلا الكامل بصلي عليه وافر عقل راجع قلبي خادع له لي في شروق نهلا أنت صافي بك المايراق صافيه لولاك من ذكر ذكر الكون ولا شيء فيه لي في شروق نهلا داود من غفر من غفر ذنب المحاس فيه لابراهيم لهيب النار من يطفيه لي في شروق نهلا الكامل بصلي عليه وافر عقل راجح قلبي خادع له لي في شروق نهلا انا اذكر لصديق عمره باليه العدل العدل لدهرهم واليه لي في شروق نهلا عثمان الكتاب الكتاب في السحر تاليه قرار يخالف يخالف رأسه يدليه لي في شروق نهلا وافر عقله راجح قلبي خادع له لي في شروق نهلا اي براق الحجاز القلب هاريه صار عاشق دوام ليله ساريه لي في شروق نهلا الصغير وعظمه فعليه وطرف المساهر دمعه جاريه لي في شروق نهلا كامل بصلي عليه وافر عقل راجح قلبي خادع له لي في شروق نهلا الصلوات عليك يا العظيم وجهه عد ما في الكتاب في الكتاب عاجلا مرجيه لي في شروق نهلا والله عاصي المسلمين يوم الفزعة تنجيه يلقى أبا مصوبا حظه راجيه لي في شروق نهلا الكامل بصلي عليه وافر عقل رايح قلبي خادع له لي في شروق نهلا.
نعم كامل بصلي عليه، ده واحد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، والكامل هو المولى عز وجل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من أسماء المولى ومن صفاته الكثير، لأنه ربنا سبحانه وتعالى سماه الرؤوف وسماه الرحيم وسماه الهادي وسماه البر، فلذلك هو الكامل وهو بدر البدور وهو بدر الزمان وهو بدر الدين المنسوب للدين، ده كله هو اسم للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان بدر الدين ولا تاج الدين ولا منه ذكرني، نعم من الأسماء الموجودة عندنا. المرضي الحليم كل الجمال حاويه، المرضي من أسمائه المشهورة عندنا في السودان، ونحن ما بنسمي الحليم لكن بنسمي عبد الحليم، نعم ولو سميناه هو من أسمائه المذكورة. انت الصافي بيك الماء إراك صافيه، فالصافي واحد من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك منه قدور الشوق للنبي الصافي طه المثل ما انشافي. الصلوات عليك يا العظيم ووجيه، ما نحن ما قاعد نسمي العظيم لكن عندنا محمد عظيم، الناس يسموا محمد عظيم. ووجيه من الأسماء الكثيرة عندنا وعند غيرنا من الشعوب. عاصي المسلمين يوم الفزع تنجيه، حتى من الفعل ده نفسه بناخذ اسم اللي هو المنجي، من أسمائه المشهورة جدا. وتحياتي لأخي المنجي الذي يتابعني من تونس وهو من المحبين وهو من زملاء العمل، فله التحية، والتحية لرشيد الرحماني أيضا التونسي الذين أو الذين عملنا معهما زمانا طويلا. كنت أرجو أن تمتد السياحة إلى أسماء المدينة وإلى أسماء مكة وإلى أسماء نسائنا، لأن المدينة عندها 94 اسم ذكرهم السمهودي. نحن برانا السودانيين ذيل عندنا لها كم 30 كنية، ومنخيل ومشبك ومشباك ومقزاد وكذا. في مبحث الأسماء ده الكلام طويل، وفي المديح أيضا الكلام يطول، لكن نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلقاكم في شوارد أخرى. إلى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.